أقر مجلس النواب الأردني المادة 13 من قانون الجرائم الإلكترونية بعد نقاش موسع وإجراء تعديلات على بعض مواد القانون. من عمان ينضم لنا مراسلنا ليث الجبور. أهلا بك ليث، ما هي أبرز التعديلات التي تم إقرارها على هذا القانون، وكيف جاءت ردود الفعل بعد إقراره من البرلمان، إقرار هذا القانون الذي يثير الجدل والانتقادات الواسعة في الشارع الأردني؟ إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بمراسلنا ليث الجبور. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع في التقرير التالي. البرلمان الأردني أقر قانون الجرائم الإلكترونية في الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية للمجلس، وعلى الرغم من المشادات الكلامية تحت قبة البرلمان ومن مطالبات بعض النواب بشطب بنود القانون ورده إلى الحكومة، فإن الأغلبية توافقت على مواده. القانون كما يرى بعض النواب يخالف منظومة التحديث السياسي، ومصطلحاته الفضفاضة قد تتسبب في مشكلات عديدة بالنسبة إلى الأردنيين. المشهد الإعلامي في الأردن بعد إقرار هذا القانون لن يكون كما كان قبله، سيكون هناك تقييد العمل الصحفيين والإعلاميين، السجون ستكون مليئة بالصحفيين والمواطنين الذين يعبروا عن أرائهم، خيبة أمل كبيرة. هذا القانون سيعيد الأردن مراتب متأخرة جدا على مستوى الحريات الإعلامية على مستوى العالم. لا ينتقص من الحريات ولا يمس بالدستور، هكذا علق رئيس الوزراء الأردني على سخط بعض النواب على بنود القانون. عندما ترتفع نسبة الشكاوي المستمدة من إخلالات في الفضاء الإلكتروني بستة أضعاف في سنة واحدة، هذه تتطلب وقفة. هذا القانون 40 مادة، هذا القانون أغلب مواده تتحدث عن قضايا متعلقة بحماية الفضاء الإلكتروني وحماية المنشآت الإلكترونية من أي عبث في محتواها. قانون الجرائم الإلكترونية الذي أثار جدلا واسعا في أوساط الأردنيين أثار الجدل داخل البرلمان أيضا، ويتكون القانون من 40 مادة تحدثت في أغلبها عن قضايا متعلقة بضبط الفضاء الإلكتروني، وأقر النواب بالأغلبية المادة الأكثر جدلا والتي تنص على معاقبة كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو منصات التواصل الاجتماعي تمس الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 7000 دولار ولا تزيد على 30,000. على الرغم من أن بعض النواب وجدوا أن القانون يقيد الحريات، لكن مؤيديه من الأعضاء وجدوا أنه من القوانين الهامة ولا بد من إقراره. انتهى الجدل في البرلمان بعد أن أقر القانون، أيام قليلة فقط تفصلنا عن صدوره في الجريدة الرسمية ليصبح قانونا نافذا للتطبيق. ليث جبور، العربي، عمان.